الثناء وكسب الاحترام. إذن قاسي سعيد، تعليقك الأول على انتصار إسبانيا وفوزها بكأس الأمم الأوروبية الرابعة في تاريخها. أولا نهنيه المنتخب الإسباني على التتويج هذا اللي جرى اليوم. كما تكلمت وانت قدمت المنتخب الإسباني، أنا اليوم المنتخب الإسباني فكرني تقريبا في المنتخب تاع 2010 لما فاز بكأس العالم. حقيقة اليوم شفنا مع في الدورة هذه منتخب اللي لعب كرة جميلة، كرة قوية، يعني غير تماما فلسفة الكرة اللي كنا نشوفوها في السابق، اللي هو كما تكلمت أغلق تكتيكيا اندفاع البدني. اليوم بلاعبين إسبانيين اللي كثير منهم، يعني لو تسقسي الجمهور ديالنا العريض تقول له شكون هذا وين يلعب، وما نعرفهمش هاد الأسامي جدد هادوما، بمنتخب اللي جاب بمدرب اللي جاب فلسفة تاع 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 هاد الشبان هادوما اللي كانوا عنده من قبل في الفئات الصغرى. نقول باللي اليوم المستقبل تاع المنتخب الإسباني راح يكون ظاهر جدا، وراح نشوفوا ايضا كره حديثه مع هذا المدرب وهذا الشبان هذوما، لان السن ديالهم تقريبا صغار بزاف. نعم. فوزي هل تستحق انجلترا الخساره؟ نعم. وعلاش نقول لك وعلاش تستاهل الخساره، خاصه وين كيعدلوا النتيجه ولاو للوراء، والمنتخبات اللي تولي للوراء ما عندهاش كما هذيك الثقه اللي تلعب وزيد تضيف لك الهدف الثاني. اظن باللي المنتخب الاسباني من اللي بدات المقابله حتى نهايه المقابله في الاستحواذ ولا كما يقول لك لا بوسيسيون كانوا 65%. اظن باللي تسديدات اسبانيا افضل من انجلترا، والفرص الضائعه اسبانيا اكثر من انجلترا، واظن في اللعب في المتعه وفي يخاطروا باش يروحوا يلعبوا للامام الاسبانيين ما يديروش حسابات، رغم انهم يعاودوا يوليوا في المراكز تاعهم بسرعه، بصح ما يضيعوش بزاف الكره محمد. وتكلمنا في عده حصص محمد، قلت لك باللي المنتخب الاسباني صعيب باش تديله الكره وتستحوذ عليه. وكما كما كما قلنا باللي المقابلات تاع اسبانيا قريب كاع متشابهين محمد، اللي يلعبوا معاه يدومينيوه ويكونوا الفرص اكثر من المنافسين. ولكن كما قلت لك في النهائي كنا نقولوا باللي تقدر اسبانيا ولا انجلترا تفوز، واليوم كره القدم هي اللي ترشحت اسبانيا منذ البدايه. انا رشحت اسبانيا خاطر اللعب ديالهم يعجبني محمد، ولكن احب المنتخب الانجليزي. كما قلت لك اليوم المنتخب الانجليزي في السنوات اللي فاتوا محمد راهم من المنتخبات من كما قلت لك احنا اللي عندهم النحس يوصل للنهائي او خاسر واحد ثلث نهائيات ولا ربع نهائيات. اظن باللي المنتخب الانجليزي ما عرفش اليوم كيفاش يتعامل مع المقابله، رغم طاحت له الفرصه عدل النتيجه، وكاين في فرصه واحده اخرى كان قادر يعدل النتيجه لو كان ماشي اولمو خرجها الكره هذيك بالراسيه، اظن كانت المقابله تقدر تروح للشوط الاضافي ولا ضربه الجزاء. ولكن اسبانيا تميريتي لا فيكتوار 100%. امين. منتخب اسبانيا افضل منتخب يقدم كره قدم جميله، افضل منتخب يلعب الضغط العالي، وافضل منتخب يمارس الضغط العكسي، وافضل منتخب هجومي اكيد. والمنتخب الافضل في هذا اليورو هو الذي فاز. النتيجه في اخر المطاف كانت عادله، لانه حتى في المباراه النهائيه المنتخب الانجليزي لم يكن كفءا للمنتخب الاسباني من كل النواحي. نعم. رغم أنه في بعض اللحظات لما تحلى المنتخب الإنجليزي ببعض الشجاعة بعد تلقيه الهدف الأول للمنتخب الإسباني، شاهدنا أنه المنتخب الإنجليزي كان قادرا على صنع الخطورة على مرمى المنتخب الإنجليزي الإسباني، ولكن على احتشام ولكن تبقى خطورة وتحتسب. الخطأ في اعتقادي الفادح الذي ارتكبه الإنجليز بقيادة ساوثغيت هو العودة إلى الوراء مباشرة بعد تسجيل هدف التعادل. لو استغل المنتخب الإنجليزي التشتت الذهني للاعبين المنتخب الإسباني بعد التعديل في لحظات وفي دقائق حرجة، لربما كان المنتخب الإنجليزي قد أضاف هدفا آخر. في اعتقادي تلك كانت هي أهم خمس دقائق في المباراة ككل، وهي الخمس دقائق التي أعطت اللقب للمنتخب الإسباني. أمين، لماذا دخل المنتخب الإنجليزي إلى هذا اللقاء متوترا ومرعوبا وخائفا وبقي في الدفاع؟ لماذا لم يبتلع لاعبوه حبوب الشجاعة ويبادروا إلى الأمام لعلهم يهدون إلى إنجلترا اللقب المفقود أو اللقب
ضائع أو اللقب الذي لم يستطع أي جيل من أجيال الكرة الإنجليزية إهداءه لإنجلترا، لأنهم واجهوا منتخبا مرعبا، أكثر منتخب مرعب في هذه الفترة هو المنتخب الإسباني، ورغم أن إذن خوفهم مبرر. خوفهم مبرر محمد. تشعر أنك لو تقوم بفتح اللاعب وتغامر كثيرا، لأني أنا ضد الخطة التي انتهجها ساوثغيت والطريقة التي يلعب بها، وقلت هذا في العديد من المرات، رغم أنه وصل إلى النهائي، إلى المباراة النهائية. من السهل جدا أنك تنتقد مدرب حين لا تخدمه النتائج، ولكن من الصعب ومن الشجاعة حسب رأيي أنك تنتقد مدرب لما ينجح. أنا قلت لأنشيلوتي أني لست راضيا على طريقة التي لعب بها أمام مانشستر سيتي بعد الفوز، بعد التأهل على مانشستر سيتي، واليوم أقولها رغم أنه وصل إلى المباراة النهائية، ولكن الطريقة التي كان يلعب بها أنا في أعماق نفسي أشعر أنه كان من الممكن أحسن مما كان بهذه التشكيلة لو تحلى ساوثغيت ببعض الشجاعة، ولو طور فلسفته الكروية منذ 8 سنوات. أنت في المنتخب الإنجليزي منذ 8 سنوات كان عليه أن يطور من نفسه، تقريبا يلعب بنفس الطريقة بنفس الحذر، وفي بعض الأحيان حذر غير مبرر. تقريبا المباراة الوحيدة التي شاهدنا فيها شوط على كل حال جميل هجوميا للمنتخب الإنجليزي كانت أمام المنتخب الهولندي في دور سلوفاكيا، أيضا نصف النهائي أمام سويسرا، أيضا عاد الشوط الثاني سلوفاكيا. قلت لك كان من الممكن أحسن مما كان مع هذه التشكيلة وهذه التركيبة الرائعة من اللاعبين، لأنه من المؤسف حقا ومن المحزن أن يمر هذا الجيل الإنجليزي الرائع مرور الكرام على البطولات الكبرى وأن لا ينال أي لقب، وهذا يحسب ضد ساوثغيت، رغم أنه وصوله إلى النهائيات ووصوله إلى أدوار متقدمة في الدورات المغلقة أيضا يحسب لهذا المدرب، ولكن في المقابل خوفه أو تراجعه الغير مبرر في العديد من المباريات، خصوصا في المباريات الحاسمة، وأخص بالذكر الخمس دقائق التي تلت تسجيله هدف. كنت بأن تراجعهم مبرر أمين، لأنه في كل المباراة، ولكن ما تقدرش تدافع أنت في كل أطوار المباراة. أنا أقول لك في الخمس دقائق التي تلت هدف إنجلترا، هدف تعادل، تراجعه كان غير مبرر. كان عليه أن كين مثل بالإنجليزية يقول لك أقضي على الأسد مدام جريح. خلاص جرحته كمل قضي عليه، أنك وكما تقضيش على الأسد لما يكون جريح ما تقضيش عليه يقضي عليك. وهذا ما حدث بالضبط من المنتخب الإسباني، وكان المنتخب الإسباني محمد ضيع الكثير من الضربات القاتلة، كان قادر يسجل أهداف قبل هدف تعادل، هذا اللي كان نفسيا أثر كثيرا على المنتخب الإسباني، اللي دخلوا الشك اللاعبين، دخلهم الشك بعد تسجيل هدف تعادل، احنا ضيعنا أهداف كثيرة الآن سجلوا لنا هدف تعادل. شفنا باللي كان ارتباك وتشتت من المنتخب الإسباني، ما استغلش هذه الفرصة، فترة القوة تاع المنتخب الإنجليزي وفترة ضعف المنتخب الإسباني ما استغلهاش ساوثغيت. ميدو، في إنجلترا حضرت الأسماء وغاب الأداء، في إسبانيا حضر كل شيء. نعم حضر كل شيء، أداء، واقعية، أقوى هجوم، أقوى دفاع، أفضل هداف، أفضل لاعب شاب، أفضل لاعب كل شيء، أفضل جمهور، شيكي ستريتو المنتخب الإسباني تقريبا هذه هي بتتر لافونتاج اللي كان عنده المنتخب الإسباني، أنه قبل انطلاق الدورة تقريبا قلال اللي رشحوا المنتخب الإسباني صراحة للتتويج بالدورة، لأنه قبل انطلاق الدورة ولا أحد كان يتوقع هذا الأداء من المنتخب الإسباني. اللي كان يتابع جيدا إسبانيا ممكن يرشح، لكن ترشح يروحوا لأبعد دور ممكن، لكن أنهم يحوزوا على اللقب بهذا الأداء، هذا المنتخب ولد أثناء الدورة. جبت الطب اليوم، طب اليوم دي لافوينتي، باش طبل شوية دي لافوينتي. لما بدأ المنتخب الإسباني بدأ مستواه يصعد تدريجيا مباراة بعد أخرى، وبدأت الثقة تأتي إلى اللاعبين مباراة بعد مباراة. ميدو، رسالة تحذيرية من أول مباراة، 3-0 أمام كرواتيا ليس بالأمر السهل أو الهين. 3-0، لكن بعدها لما تروح الأدوار الإقصائية ممكن تكون مليح وتخرج من المنافسة. بعد مباراة إيطاليا من لم يرشح المنتخب الإسباني فهو مجنون، يعني قبل بداية الدورة هذا المنتخب ولد في أثناء الدورة، لأنه البطل الحق ميدو قبل بداية أثناء الدورة. نعم قبل بداية الدورة المنتخب ولد أثناء الدورة، اللاعبين بدأوا يأخذوا ثقة، والشيء اللي يزيد يدعم هذا أنه في حتى اللاعبين اللي يخرجوا من كرسي الاحتياط ما تحش بلي، رغم أنهم لما تشوفهم كي تكون تبع جيدا الدوري الإسباني كاين فرق بين اللاعبين في على مستوى الأندية في الدوري. كاين فرق اليوم لما تشوف مثلا لاعب تشوف نيكو ويليامز أداؤه مع بيلباو، أداؤه مع المنتخب أفضل من أداؤه مع بيلباو. تشوف مثلا أكيد أسماء تعاون، تشوف كرسي الاحتياط ممكن لاعبين ما لعبوش، لاعب مثل أليكس باينا
من كأس العالم 2026 سترى المستوى الذي سيصل إليه وما لعبش كتير. فيرمين لوباز ما لعبش كتير. زوبيماندي لما كان داخل تحس ستريسي بين الشوطين لأنه كان داخل باش يعوض واحد أفضل لاعب في الدورة بين الشوطين. لكن ما تحسش الفارق. يوين غونت سوليداريتي ينطر للجوار ومع لونترينور أيضا. تحس بأنه اللاعبين لما اللاعبين يمشيوا للمدرب ويلعبوا من أجل المدرب تمشي يمشي الفريق. عكس ذلك ممكن أنه يكون عندك لاعبين نجوم في كل منصب. عندك أفضل لاعب في العالم تقدر تدير لي 11 ميور جوار دي موند ولما ما يمشيوش للمدرب ما تمشيش الأمور كما ينبغي. المنتخب هذا تصور أنه حتى اللاعبين اللي كانوا مصابين لاعب مثل غافي اليوم تم استدعاءه والتحق بمعسكر المنتخب الإسباني صباحا وارتدى لتوني بارا تاع ليكيب ناسيونال ديسباني زيتي اون غروب طول طون. لاعبين شبان كوتور يامال ويليامز اليوم زوبي ماندي اللي دخل كوكوريا. خلينا نعطيك مثال فقط بكوكوريا قبل انطلاق الدورة كل الصحافة الإسبانية كانت تتوقع من غريمالدو أنه يكون نجم الرواق الأيسر في المنتخب الإسباني. وأيضا فابيان رويز انتقادات على استدعاء فابيان رويز كانت فيه انتقادات. الجميع توقع أن يلعب غريمالدو منذ بداية الدورة كأساسي موسم خرافي مع باير ليفركوزن. دي لافوينتي وضع كوكوريا كأساسي عطالو تيقا بدا المباراة الأولى لعب جيدا أمام إيطاليا قدم مباراة كبيرة سي بون لابخي كونفيونس دخل. نعطيك مثال آخر مباراة المنتخب الإسباني المنتخب الفرنسي لما غاب لو نورمون كارفاخال. أنا واحد من الناس كنت قلت لخيسوس نافاس لازم له دراجة باش يجري مع مبابي لكن لما دخل تمتم دخل في القالب هذاك تاع المنتخب لأنه المنتخب راه يمشي جيدا ويلعب جيدا والثقة كاينة. دخل ماتش في محور الدفاع دخل بعدها خرج نافاس دخل فيفيان تقريبا ثاني مشاركة في الدورة ما عدا مباراة ألبانيا راح ماتش على الجاليوم ولا فارق في خصوص مستوى اللاعبين. وهنا حبيت نقول لك شيء واحد فقط نعتذر على الكلام اللي قلته على دي لافوينتي بعد مباراة المنتخب الإيطالي. صحيح أنه هذا الكلام كان نتيجة استفزاز موسوني أو من كان عودية كان تقريبا تحسست حتى الصحافة الإسبانية يومها لماتوا على الكوتشينج اللي داروا تغييرات دخول أيوزي بيراس فيران توراس وأوير زابال. أعتقد منذ تلك المباراة لم يعد لإدخال هذا الثلاثي في تغييراته معا يعني فهم اللعبة بعدها. فهم بعدها أنه تراجع كثير من المنتخب الإيطالي بعد تغييراته تحسن حتى هو في أول دورة كبرى له مع المنتخب الأول حتى هو تحسه تطور مع الدورة ومشى واكب الحدث. لويس ديلافوينتي